بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا التتمه ديال داكشي اللي كان قبل او الفيديو اللي كان قبل اللي كنا تكلمنا فيه على الطريقه ديال الانستالاسيون ديال مايكروسوفت تيمز، طريقه ديال التثبيت طبعا، وكنا شفنا ميم الطريقه باش كتخدم بهذا التطبيق على الموقع او كتخدم اونلاين. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نشوفوا الطريقه باش نخدموا بهذا التطبيق، كيفاش كيدير يخدم هذا التطبيق. لذلك غنجي لهنا لهاد الايقونه وكنكليكي دو كليك، طبعا كننتظر ريثما ان التطبيق يشتغل. اذا كما كتلاحظوا شارجمون دي مايكروسوفت تيمز، دونك غنسد هذه النافذه فوالا شارجمون دي مايكروسوفت تيمز. غادي ننتظر واحد الوهله واحد البرهه، الوغ كومسا غادي نتحصلوا على التطبيق ديالنا وغنحاولوا اننا نشتغلوا به. جيد، اذا بهذه الطريقه هذه او بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. دونك هنا التطبيق سهل في الاستعمال، بسيط، ما كيستدعيش شي مهارات باش تستعملو، يكفي انك تعرف بعض الاشياء باش يمكن لك انك تستعملو طبعا. دونك لذلك هنا الى لاحظتوا في الاعلى كاين واحد لابار، واحد لابار اللي كتمثل اي بار ديال اي فنات اللي فيها لا ريشيرش مثلا. هنا عندك لو نون ديال الشخص اللي راه مكونيكتي مثلا، او الكونت التعليم اللي راه مكونيكتي. الى بغيت نديكونيكتا مثلا من التطبيق ممكن كليكي هنا على ديكونيكتي، وعندي هنا مجموعه من الاشياء. جيد، اذا حنا اللي كيهمنا هو هاد لابار اللي كاينه هنا، او هاد الجانب اللي كاين على اليسار ديال التطبيق. اذا اول حاجه عندي اكتيفيتي، دونك غادي نكليكي على هاد اكتيفيتي. لاحظوا معايا بالنسبه لهاد اكتيفيتي كيبان هنايا الا لاحظتوا اخر شيء درتو انطلاقا من هاد او بهاد التطبيق. مثلا انا اخر الاشياء اللي درت بهاد التطبيق هي انني مثلا حاولت انني ندير واحد الكونفرساسيون مع بعض الاشخاص. دونك هنا اي حاجه، يعني اي حاجه راك كديرها مثلا كما كتلاحظوا، تكلمت مع مجموعه من الاشخاص، درت مجموعه من الافعال، ولا اي حاجه كديرها هنايا او اي حاجه كديرها في التطبيق ديال تيمز راها كتبان في هاد لونغلي ديال اكتيفيتي. الوغ غادي نمشيو دابا لونغلي كونفرساسيون. دونك غنمشي لونغلي كونفرساسيون، غنكليكي في لونغلي كونفرساسيون فوالا. دونك هنا في لونغلي كونفرساسيون شنو كتحاول دير؟ هنا كتحاول تبحث على الاشخاص اللي باغي دير معاهم واحد الكونفرساسيون او واحد المحادثه، او باغي تهضر معاهم تحدث معاهم بصيغه اخرى. دونك لذلك شنو كتحاول دير؟ كتحاول انك تكليكي على هاد، الا لاحظتوا هاد لوتي هذا اللي كاين هنايا فين مكتوبه نوفيل كونفرساسيون. الوغ اون فوا كتكليكي هنا كيعطيك لا بوسيبيليتي باش تكتب. الوغ اون فوايي كو كيكتبنا هنا كومونسي ا تابي ان نو او ان جروب. دونك هنا غادي نكتب مثلا، غادي نحاول نبحث على هاد الشخص هذا مثلا، على هاد الاستاذ. دونك مثلا بالاسم ديالو. دونك هنا البحث على واحد الشخص سواء كان استاذ او تلميذ او تلميذه، دونك هنا كيتم يا اما بالاسم كتبحث عليه بالاسم ديالو مثلا، او كتبحث عليه عن طريق داك الكونت ديال التعليم. دونك بجوج بهم كيكونوا صحاح. دونك مثلا فوالا الا لاحظتوا هاد الشخص هذا، قبل ما نكمل الكتابه مثلا الشخص اللي كنبحث عليه هو هذا، انا لقيتو. غنكليكي على هاد الشخص هذا. جيد، وغنجي لهنا وغندير اون كونفرساسيون مع هاد الشخص مثلا. دونك الا لاحظتوا هنا راه كتبان واحد الايقونه هنا بالاخضر، سو داك راه ديسپونيبل، راه كتبها لنا ديجا، يعني على ان هاد الشخص هذا راه متصل. غنقول مثلا باغ اكزومبل سلام. دونك هنا مثلا هاد الاستاذ هذا ممكن يتواصل معايا مثلا كما كتلاحظوا، ممكن مثلا يجاوبني بواحد الميساج اخر كما كتلاحظوا. كيتم مثلا الرد، دونك لي ميساج اللي صيفطت انا هما هادو، وهذا الشخص هذا هو كيرد عليا مثلا. طبعا بامكاني انا ندير مجموعه من الاشياء، سي با مثلا نصيفط لهذا الشخص هذا واحد الفيشي مثلا، غندير هنا جواند وندير شارجي ا بارتير دو مون اورديناتور، ونبحث على واحد الفيشي في الاورديناتور ديالي مثلا ونرسلو لهذا الشخص. دونك كيترسل داك الفيشي لهذا الشخص. ممكن مثلا ندير مجموعه من الاشياء مع هذا الشخص، ممكن مثلا ميم لو ميساج نكتبو بواحد الطريقه مثلا دي زيمونتيكون بهذا الشكل مثلا كما كتلاحظوا، يعني كتبقى محادثه بالشكل اللي كنعرفوها كاملين. جيد، دونك هنا بالنسبه لهاد الكونفرساسيون اللي درنا دابا مع هذا الشخص، ممكن ندخلو شخص اخر في نفس الكونفرساسيون، يعني اضافه لهذا نزيد واحد اخر. الوغ لذلك كتمشي لهذا المكان هذا كما كتلاحظوا، كدير اجوتي دي بيرسون. الوغ اون فوا كتكليكي على اجوتي دي بيرسون كتكتب هنا الاسم ديال الشخص اللي باغي تضيف مثلا. دونك الا لاحظتوا مثلا غنجي غنكتب هنا مثلا هذا الشخص هذا او هذا الاستاذ هذا
مثلا الاستاذ كريم. دونك غنكليكي هنايا فوالا غندير اجوتي. دونك هاد الشخص هذا غادي يضاف معانا، غادي يوليو مثلا عندي او كما كتلاحظوا كيولي كيدير لك هنا واحد الكونفرساسيون جديده اللي فيها جوج ديال الاشخاص، هما هادو فيها مثلا الكرشاوي ياكوبي وفيها لود غيري كريم. جيد، دونك بامكاني مثلا هاد الاشخاص هادو بجوج او شخص واحد مثلا، نرجع مثلا لهاد الشخص هذا، بامكاني مثلا هاد الشخص ندير معاه واحد الكونفرساسيون ابل فيديو، يعني غادي ندير انا وياه واحد لابيل فيديو، يعني غادي يشوفني ونشوف. الوغ اون فوا كتكليكي هنا على ابل فيديو فوالا، دونك مثلا دونك غادي نجي لهنا مثلا غنكليكي على ابل فيديو، دونك كتم واحد كما كتلاحظوا كيتم الاتصال بهذا الشخص، وطبعا هذا الشخص هذا مثلا خصو يجاوب. دونك هذا الشخص هذا مثلا واش غادي يجاوبني، واش غادي يدير اكسبتي ولا غادي يدير مثلا غوفيجي. دونك هنا مثلا كما كتلاحظوا فوالا، دونك نحاولوا نخرجوا نديروا لا فان ديال لابي. فوالا مثلا هذا الشخص هذا راني كنتحاور معاه مثلا فيديو، او مثلا ندير واحد لابيل اللي هو كما كتلاحظوا ابل اوديو، او لا مثلا بامكاني بارطاجي مع هذا الشخص هذا شي حاجه اللي عندي في ليكرون او عندي مثلا في لورديناتور. مثلا لاحظ غنكليكي هنا على بارطاج وغنبارطاجي مع هذا الشخص هذا اللي راني كنتكلم معاه، غنبارطاجي معاه شي حاجه. مثلا نفترضوا على ان هذا الشخص هذا استاذ او استاذه او تلميذ او تلميذه وباغي نتواصل معاه بواحد الطريقه، دونك هنا مثلا غنبارطاجي معاه هذا الفيشي اكسل. دونك هنا غادي نكليكي هنايا، طبعا داك لو بارطاج كيكون اون لين، يعني ما غاديش نرسل له الفيشي، هو غادي يشوف داك الفيشي معايا. دونك كنوليو نشوفو انا وياه داك لو فيشي. الوغ في هاد الحاله مثلا لو فيشي ديالنا هو هذا مثلا اكسل، الوغ هنا راه حنا كنشوفو لو فيشي انا وياه او ميم طون باغ اكزومبل. دونك كيما كطلع ما كاينش فقط اكتيفيتي اي كونفرساسيون، كاين كذلك دوتر شوز اللي كاينين هنا اللي غنحاول نشوفوهم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. دونك نتمنى على انكم تكونوا استوعبتوا هذه الامور، والسلام عليكم.